نخش على المنتخب على طول ماشي عشان ملف مهم حاليا. لا ولسه لاعبين هو ما فيش غير المنتخب ما فيش غير نقدر نتكلم. بس على كل حال انا وكريم كان في ديبيت يعني مناقشه ما بيننا في اول الحلقه وكل واحد كان متبني وجهه نظر. انا كنت مع ان الوديات اللي احنا بنلعبها حتى هذه اللحظه اختياراتنا للمنتخبات كانت سليمه 100%، لان انا ما ينفعش الاعب منتخب تقيل وانا لسه بقول يا هادي ولسه عندي مدير فني جديد ولسه الكيمستري ما اتعملتش ولسه الناس بتفهم بعض ولسه مش فاهمين طريقه اللعب. على الصعيد الاخر كريم بيشوف بالعكس احنا لو كنا لعبنا مع منتخب او فرقه تقيله كان بالعكس هيبين ايه المشاكل اللي عندنا ونقدر نحلها ونقدر نتغلب عليها. دي مدرسه ودي مدرسه، وجهه نظرك أو ايه؟ او كنا نمسك العصايه من النص بين وجهتين النظر دول ونلعب فريق تقيل نسبيا، يعني نبقى في النص لا هو ضعيف قوي كما يعني كان الحال ولا فريق قوي جدا عشان نوصل للمعادلة. ممكن بس يعني النايجر ما كانتش هو مبدئيا طبعا المدرب عنده خبرات كبيره وعنده سي في محترم جدا ودرب في دول كبيره يعني ومسك منتخبات كبيره. البدايه طبعا موفقه بالنسبه للنتائج، يعني مباراتين قدر المنتخب يفوز في الاولى 3-0 وفي المباراه الثانيه 3-0. المباراة الأولى طبعا أحرز صلاح هدفين وأحرز مصطفى محمد هدف، كان من جانب واحد يعني المنتخب النيجر زي ما تفضلتي المستوى بتاعه كان أقل من المتوسط، بس إحنا المباراة بتاعت المنتخب وبالذات في البدايات مع أي مدرب جديد بيتصرف بحنكة بخبرات كبيرة. لو جه اتصادم مع فريق كبير منتخب كبير ليه اسمه مصنف ممكن يحصل هزة في المنتخب المصري عامة. الإعلام والوسط الرياضي مش هيرحم مدرب في البداية، هتلاقيه على طول حاسبوه. فهو بدأ بحنكة وبخبرة كبيرة مع منتخب ضعيف منه، يشوف برضو الناس في بعض الوجوه اللي هي لعبت يعتبر هي مش جديدة قوي على المنتخب بس ما كانتش بتشارك، يعني خدوا برضو فرصة كويسة. لو دول لعبوا مع منتخب كبير كان يبقى الموضوع صعب بالنسبة لهم. فهو استفاد من المباراة، شاف أكتر من عنصر من الناس اللي هي منضمة وكانت منضمة قبل كده ما بتلعبش، وطبق برضو الحتة التلت الأخراني بان إن احنا لنا شكل من البداية. طب هو باختياره للمنتخبين دول بيحمي نفسه من أي كلام ممكن يسمعه خصوصا إن الراجل لسه جاي، ولا بيحمي اللعيبة ولا إيه؟ هو المنظومة كلها، بيحمي المنظومة كلها، لأن حضرتك لو قابلنا منتخب مصنف في أول مباراة ودية وحصل هزة وجيت اتغلبت 2-3 بتلعب منتخب، او الناس بتقول بلجيكا، لو انت لعبت بلجيكا في الاول ممكن تنزل تشيل 3-4 في الملعب مثلا، هيبقى الشكل العام مش كويس من الاول كده، هيبقى مش مبشر. انما هو جاب منتخب اول حاجه يشوف الناس كويس ويطبق عليه وما بقاش فيه رد فعل عليه في الملعب او بالنسبه للجو المحيط بيه. فهو قدر يعني ايه في اللقاء ياخد اللي هو عايزه، شاف العناصر كان عنده استحواذ برضو في ناس معينه عايز لعبها من البدايه، عايز ممكن يعتمد عليها الفتره الجايه، وحتى بدليل ان هو الماتش المباراه خلصت الماتش الثاني بتاع ليبيريا فساب صلاح وساب مصطفى محمد يروح لانديتهم لان شاف الفتره اللي جايه مش محتاجاهم. وده ذكاء برضو على فكره، ده ذكاء وبرضو حاجه فكره عالي برضو من المدرب ومختلف عن كيراش. حضرتك تسمح لي كابتن صديق، لان كيراش كان بيهلك برضو يعني اللعيبه المحترفه ويعتمد عليهم بشكل كبير جدا. برافو عليك، كان بيستهلكوا معاه وكان بيبقى فيه ضغوطات عليهم بدليل ان هو يعني صلاح كان هيفرقع منه الفرق كله، صلاح وطويله وبتاع الضغوطات دي. فدلوقتي بشكل المنتخب لما راح للمباراه الثانيه برضه ليبيريا مستوى ضعيف جدا بالنسبه اللي احنا شفناه على ارض الملعب. منتخب ليبيريا منتخب كبير لما كان فيه عناصر مميزه، بس دلوقتي في التصنيف هو بعيد قوي، فبرضه يعتبر ضعيف بالنسبه لمنتخب مصر. برضه نزل عناصر برضه في المباراه، وصلاح ما لعبش ومصطفى ما لعبش، ظهر كوكا بمظهر كويس، ظهر مرموش تريزيجيه امبارح كان مميز جدا، بتاع الزمالك في نص الملعب امام عاشور برضو ما شاء الله، طارق حامد في نص الملعب، محمد عبد المنعم قدر يحرز برضو هدف. تسيدنا اللقاء من اوله وقدرنا نحرز 3 اهداف، وهو خد اللي عايزه من المباراه بعيد بقى عن مستوى المنافس، بس هو بيطبق حاجه معينه، كان عنده نسبه استحواذ كويسه جدا للمنتخب، عنده الانطلاقه من ورا ما بتاخدش وقت زي الاول. الاول ممكن ايه تلعب طويل، لا ده لمسه والثانيه من ورا
عندنا شكل في نص ملعب الكوره بتوصل للفيرويت. التفصيله دي بصفه خاصه لفتت نظر ناس كانت متشائمه نسبيا وشايفه ان ده هيعمل معانا نفس الاسلوب اللي كان بيتبعه مع بنفيكا اللي هو بيميل اكتر فيه للدفاع، لكن امبارح الحقيقه شفنا هجوم يعني شفنا هجوم بشكل ملحوظ يعني. ده برضه ذكاء منه زي ما قلت حضرتك، قلت ان هواند ان اختياراته للفرق اللي هيلعبها ما جابش مستوى يعني عالي، جاب مستوى ضعيف عشان يطبق الحته اللي فوق. لينا شكل، ماليش دعوه بمستوى المنافس، بس برضه انا ابص المنتخب بتاعي. يعني امبارح واحد صاحبي بيساله قال له يعني انت مش عاجبك النتيجه ولا عاجبك الاداء؟ يعني برضه هو عنده حق. في الاول انا بطبق انا عايز ايه، لما تخش على المنتخبات القويه هيكون المنتخب الهيكل الاساسي هيبقى موجود، هيدخل عنصر عنصرين، لان برضه العمليه مش هتبقى زيطه الفتره اللي جايه ان يبقى في عندك ناس كتير داخله وناس خارجه، لا الهيكل معروف بالناس المحترفين، الناس المميزين اللي هم مثلا زي حمدي فتحي، الناس اللي هي المحليين، الامام عاشور، الناس اللي موجوده مش بتلعب بره، هيضمنوا ليهم اماكن في الملعب مع المحترفين، يبقى هو كده الهيكل الاساسي موجود. اللي يخش هيخش في عدد بسيط بالظبط، انما دلوقتي الدنيا بتبقى هيصه شويه ان ده داخل وده خارج وده بربع ساعه وده نص ساعه، وبعدين خد ناس يعني امبارح حتى ما شاركهمش في المباراتين لان العدد زحمه، هيلاعب مين ولا مين؟ انما لما يخش في زي ما اتفضلت هيلاعب منتخبات قويه جدا، هيكون ثبت على الفرقه اللي هو عايزها، لان احنا عندنا استحقاقات الفتره اللي جايه. لازم يكون طبعا التشكيل اللي هو كان بيلعب بيه قبل كده مع يضيف عنصر او عنصرين، واي حد هيبقى مميز. الميزه كويسه في المدرب دوت، اي حد في الدوري المصري هيبقى مميز هيضمه، مفيش حاجه بقى احتكار يعني ان ناس معينه تلعب على طول ويبقى في ضغط وفي لود على المحترفين طبعا. يعني دلوقتي صلاح ما كانش موجود بعيد عن مستوى المنافس، هتلاقي برضو الناس يعني كانت فايقه امبارح، الناس في الثلث الاخراني. انا فرحت جدا ان كوكا سجل هدف من ضربه جزاء، ده بيلعب بره في البرتغال هداف، اي دوري بيلعب فيه في تركيا في اي حته بيجيب اجوان، فالولد كان عايش ثقه لان طبعا. الدنيا كلها كانت هايجه عليه، مفيش حد الفتره دي كان بينصفه. معقول لما يتالق بره كل ما يجي مع منتخب مصر يبقى مش شايف قدامه؟ لا غريبه فعلا.